بعض الناس وهو يدعي أنه مسلم ويقول أن القرآن حوله من الإسلام إلى النصرانية. يقول أنا كنت إماما، ولا ندري إن كان صحيح هذا الرجل كان إماما أو لا، ولكن يقول أن الإسلام وأن القرآن حولني من الإسلام إلى النصرانية ببعض الأسباب. قلنا له ما هي هذه الأسباب؟ قال السبب الأول، وجدت في القرآن أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر 5 مرات، وعيسى عليه السلام ذكر 25 مرة. هذا واحد. ثم وجدت أن عائلة عيسى عليه السلام ذكرت ولم تذكر عائلة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأن هناك سورة لمريم عليه السلام في القرآن، ولا يوجد هذا للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والسبب الرابع الذي جعلك تغير من الإسلام إلى النصرانية، قال السبب الرابع أنني وجدت أن عيسى عليه السلام سمي بثلاثة أسماء مقدسة، الروح سمي روح الله وكلمة الله والسيد المسيح، والمسيح عيسى بن مريم، ولم تسمى هذه الأسماء للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، كما يقول لم تسمى هذه الأسماء لمحمد عليه أفضل الصلاة والسلام. وأما السبب الأخير فقال سألت مدرسي، قلت له كيف خلق الله العالم؟ قال خلقه بالكلمة، قال له كن فيكون بالكلمة. فرجعت إلى القرآن ووجدت أن الله يقول أن عيسى هو الكلمة، إذن الله خلق العالم بالكلمة وعيسى هو الكلمة، إذن عيسى هو الخالق، هكذا يقول هذا. وسنرى ونفند هذه الشبه كما يدعي هذا الرجل. أولا أنه يقول أن الله تعالى ذكر محمدا 5 مرات وعيسى ذكر 25 مرة. طيب، هل النبي صلى الله عليه وسلم كتب هذا الكتاب بيده حتى يمجد نفسه، أم أنه وحي؟ هل محمد صلى الله عليه وسلم ذكر عيسى فحسب؟ إذا كان الأمر بالعدد فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر موسى، وهو أكثر نبي ذكر في القرآن وليس عيسى عليه السلام. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي ليمجد عائلته ويمجد نفسه في القرآن الكريم، وإنما هو لا ينطق عن الهوى، وإنما هو وحي يوحى، ولا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. هذا الأمر الأول. والأمر الثاني، يقول أن مريم عليها السلام ذكرت في القرآن ولم يذكر محمد بسورة كاملة. أولا يعلم هذا الإنسان الذي يقول إنني كنت إماما ويقول ربما كان يحفظ القرآن أو ربما كان يحفظ شيئا من القرآن، ألا يعلم أن هناك سورة كاملة لمحمد عليه الصلاة والسلام؟ نعم، هناك سورة كاملة لمريم عليها السلام، ولكن مريم عليها السلام في القرآن أكثر احتراما منها في الإنجيل. فنحن نعلم ما ذكر عنها في الإنجيل ولا داعي لذكره هنا، ولكن في القرآن ماذا يقول الله تعالى عن مريم التي اتهمت بالزنا؟ ماذا يقول عنها عندما جاءت بعيسى بن مريم؟ قالوا يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، فأشارت إليه أي إلى عيسى بن مريم. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم، قول الحق الذي فيه يمترون. إذن عيسى بن مريم عليه السلام، مريم عليه السلام، الله تعالى ماذا يقول عنها في القرآن؟ يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، في وقت لا تذكر هذه الطهارة بهذه النزاهة إلا في القرآن، بل حتى في الإنجيل لا تذكر عن مريم عليها السلام كما ذكرها القرآن. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى، فإن الله سبحانه وتعالى ذكر عن عيسى عليه السلام أنه شبيه بآدم عليه السلام. فإذا كان النصارى يعبدون عيسى عليه السلام ويقولون هو ابن الله لأنه خلق بدون أب، فكان الأولى أن يعبدوا آدم لأنه بدون أب ولا أم. فالله تعالى يقول إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فإذا كان الأولى بهم أن يعبدوا آدم،
الذي خلق من غير أب ولا أم. هذه هي المقارنة الحقيقية بين عيسى وبين آدم عليه السلام. هذا وكذلك يقول أن الله تعالى سمى عيسى بثلاثة أسماء مقدسة ولم يسمي بها النبي صلى الله عليه وسلم. أولا يعلم هذا الإنسان أن الله تعالى سمى رسوله بالقدوة الحسنة؟ أولا يعلم هذا الإنسان أن الله تعالى سمى رسوله بالسراج المنير؟ أولا يعلم هذا الإنسان أن الله تعالى سمى رسوله أنه رحمة للعالمين؟ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وعيسى عليه السلام ليس رحمة للعالمين، لا في القرآن ولا في إنجيلهم، بل في إنجيلهم يقول عيسى ابن مريم، يقول للحواريين: إلى طريق للأمميين لا تمضوا، وإلى مدينة للسامريين لا تدخلوا، بل توجهوا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة. يقول: أنا لم أرسل إلا إلى الخراف الضالة من بيت إسرائيل. فإذا هو ليس رحمة للعالمين بنص كتابهم وبنص القرآن. ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم يقول الله تعالى فيه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، كما في سورة الأنبياء. وقال عنه قبل ذلك: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ونأتي إلى الشبهة الأخيرة. قال: قلت لمعلمي: كيف خلق الله العالم؟ قال: من خلال الكلمة. وعيسى هو الكلمة، فهذا يقتضي أن عيسى هو الخالق. لم يفهم هذا المخلوق. فرق بين الكلمة الخالقة كلمة الله والكلمة المخلوقة كلمة عيسى بن مريم. عيسى كان بكلمة كن، ولكن ليس هو الكن، وإنما كان بكلمة الكن، فكونه الله تعالى بكلمة كن. بل إن الله تعالى كلم موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما، وبين الحق سبحانه وتعالى كيف يكلم عباده. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. وكذلك عيسى بن مريم هو الكلمة الموحى بها، هو الكلمة الحادثة، هو الكلمة التي خلقها الله سبحانه وتعالى فكونها. فعيسى بن مريم إذن هو ليس الكلمة الخالقة، وإنما هو الكلمة المخلوقة. بل يبين كتابهم ذلك عندما جاء عيسى بن مريم بعد أن زعموا أنه صلب ولم يكن مصلوبا، كما قال الله تعالى: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. خرج عيسى بن مريم وهذا بعد الصلب كما يدعون، فجاء إلى الحواريين وظنوا أنه شبح خاري، لأنه كيف لإنسان أن يخرج من الموت وهو بجسد. فقال لهم عيسى بن مريم: أنا لم أمت بعد، أنا هو، قسوني بعظم ولحم، والشبح ليس له عظم ولا لحم، قسوني أنا هو، أي أني لم أمت بعد. فطلب منهم شيئا من الطعام لأنه كان جائع، كان قد اختفى عن اليهود، فطلب لهم طلب منهم شيئا من الطعام، فأعطوه شيئا من شهد عسل وسمك فأكله. فكيف بعد ذلك يدعون أنه هو الخالق الذي يأكل ويتناول الطعام؟ الله تعالى يبين هذه الحقيقة واضحة جدا. يقول: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون. يقول: انظر كيف نبين آياتنا واضحة جلية لهم لا تحتاج إلى تفكير وعقل كبير، ثم انظر أنا يؤفكون، انظر أنا يبتعدون، كيف يبتعدون عن الحق.